السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اللي بيشوفوني. لو أول مرة تشوفي القناة ما تنسيش تدوسي على زر اشتراك المربع الأحمر اللي تحت الفيديو على طول، وكمان تدوسي على الجرس بعد كلمة اشتراك عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة بإذن الله. ولو سمحتي حطي لايك وكمان شيري الفيديو عشان كله يستفاد منه بإذن الله. النهاردة إن شاء الله جايب لكم فكرة، لو عندك برطمان بلاستيك أو حتى كمان إزازة بلاستيك من اللي هي الإزازات المياه الغازية أو حتى مياه الشرب، هتستفادي أو هتعملي منها فكرة حلوة جدا لتنظيف بيتك أو تنظيف حمامك بمعنى أصح. هنعمل فكرة إن شاء الله حلوة قوي. ممكن تعمليها زي ما قلت بالبرطمان أو بالإزازة زي ما تحبي. أنا هشرح لكم الفكرة كده على السريع بدل ما أقعد أخد من وقتكم. بس أنا معايا الإزازة أهو زي ما أنتوا شايفين كده في الكاميرا. أنا مش عاملة أي حاجة في الإزازة غير إن أنا عاملة لها فتحات صغيرة قوي زي ما أنتوا شايفين كده، قليلة مش كتيرة، تحت وفوق كده اهو، وهنا كمان. ومعايا كمان للفكرة بتاعتي كيس من الاكياس بتاع البرسيل او اي نوع انت بتفضليه يكون ليه ريحة قوية يعني. وكمان هيبقى معايا الخل بتاعنا، الخل الابيض، ومعايا معطر للغسيل. طبعا ده انا عاملاه في البيت، اللي ما شافوش برضو عاوز يعمل المعطر ده ممتاز جدا، بيعمل كمية كبيرة قوي. هسيبهوله في صندوق الوصف، صندوق الوصف السهم اللي تحت الفيديو على طول، دوسي عليه هتلاقي الفيديو بتاع المعطر ده بتاع الغسيل، كويس جدا واقتصادي قوي. اول حاجة هحطها في الازازة، هحط حوالي نص كوباية من الخل. زي ما انتوا شايفين كده معايا حطيت نص كوباية من الخل، وكمان هفضي الكيس بتاع البرسيل. وكمان هحط ربع كوباية من المعطر بتاع الملابس ده، ريحته قوية جدا برضو. حط حوالي ربع كوباية كده، وكمان هحط حوالي برضو نص كوباية من المية كده، مش كلها، مش هعبي الازازة كلها كده، كويس قوي. الازازة دي هحطها فين؟ هحطها في السيفون بتاع الحمام، هتعمل لي تعطير للحمام بتاعي وكمان للقعدة نفسها. هتنزل الصابون وكمان المعطر والخل، بيطهر جدا القعدة بتاع الحمام. طبعا هنفتح السيفون، لو عرفت اصور جوه السيفون برضو هوريكم. هتثبتيها زي ما انتوا شايفين كده، هتقفليها من فوق كويس وهتثبتيها، وطول ما السيفون مليان مية هي ما بتنزلش. اول ما بتيجي تشدي السيفون هتاخد كمية من الخلطة اللي احنا عملناها دي وهتنزل مع المية، هتديكي تعطير هايل كمان ونظافة هايلة جدا للحمام. ويلا بينا اوريكم هنعملها ازاي. زي ما انتوا شايفين كده انا بثبتها طبعا في السيفون نفسه، المكان بتاع السيفون هنا. معلش طبعا المنظر دوت من المية يعني. اول ما يتعفى الميه هتاخد من الصابون او الخلطه بتاعتي وهتنزل الخلطه دي، هتكفيكي من 3 ل 4 ايام، ممتازه جدا وهايله، وبتبداي تجدديها بعد الاربع ايام. يا رب تكون الفكره وصلت لكم وتجربوها، وزي ما قلت تنفع بالازايز او كمان بالبرطمان زي ما تحبي يعني، اللي متوفر عندك اعمليه. طبعا مش هتنفع بالبرطمانات الازاز او الزجاجات الازاز برضو، لا لازم يكون حاجه بلاستيك. ويا رب تكون عجبتكم وتدوسوا لايك للفيديو وكمان شير، واشوفكم ان شاء الله فيديوهات جايه على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.